يعني قد يكون هناك بعض التقصير من الخطوط الداخلية في تغطية الخط 100%. طبعا هذا بيرجع لقوة الخط وحركة الركاب. لما ينقطع الخط بعد الستين بنضطر نوقف السيارة طلب ونروح فيها، أو أنا نفسي بوقف السيارة طلب وبروح فيها. أنا من سكان اليامون، بشتغل في جنين، بنعاني من قصة المواصلات اللي بالنسبة لنا بنروح من جنين لليامون، فما بنلاقي مواصلات يعني مضبوطة. فاحيانا احنا بنضطر نتاخر في الشغل، فما بنلاقي تكاسي، بندفع من 30 ل 35 شيكل اجره مواصلات، وانا بتقاضى راتب يعني بحدود 60 70 شيكل. يعني انا لما بطلع من هون على 5 ونص او على 5 وربع طبعا بدي يجي وراي سيارات، مزبوط. لما بدي يجي وراي سيارات انا بهي الحاله بعد ال 5 5 وربع ايش كيف بدي ارجع؟ انا بدي ارجع الاقي 3 سيارات قدامي، بدي تصير علي الساعه 6 6 و10 بدي ابوش واروح، مزبوط. فبدي اضطر اني اروح الخمسة خمس ونص، يعني حسب انا كيف بيجي دوري. احنا مستعدين ان ناخر سياره لساعات متاخره من الليل اذا شفنا في مواطنين يستجيبوا على الخطة. بالوقت الحالي بدنا نصير ناخر سياره. شفنا في استجابه بناخر، ما شفناش بحرام يضل الساكن برا بيروحوا يتريحوا ببيوتهم. السيارات العمومية بشكل عام عندنا في البلد قرية الهاشمية بينها صغيرة، ما بتتأخر وما في حل لأنه ما في حركة كثيرة، وهذا بسبب لها مشاكل للي بيشتغل في مناطق بعيدة خارج جنين، وهي المشكلة يعني ما في لها حلول حاليا، لأنه ما بتقدر برضه تجبر شوفير العمومة إنه يرجع عشان راكب واحد أو اثنين. إذا ارتقينا أو إذا شفنا إنه في فعلا في ضروره ملحه انه المركبات انها تتاخر حسب حركه، طبعا حركه الركاب، ما في عندنا مشكله انه طبعا ننسق مع لجان الخطوط والنقابه في انهم يتاخروا اذا كان في حاجه.